كم واحد حضر المحاضرة الأخيرة؟ أتكلم على التنشن ممبرز، كم واحد حضر المحاضرة؟ طب ليه يا جماعة بتعملوا كده ليه؟ سؤال مهم يعني، ما احنا هنا ما بنشرحش كل اللي بيتشرح في المحاضرة، ده حاجة. الحاجة التانية لما بيبقى حضوركم ضعيف في المحاضرة هتلاقوا الامتحانات تقيلة، دي حاجة بتضايق أي حد. فبعد إذنكم يا جماعة المفروض إن نسبة الحضور في المحاضرة تبقى كبيرة شوية، ماشي؟ طيب احنا في التنشن ممبرز هنقول ان احنا عندنا ثلاث حاجات، يعني علشان نصمم تنشن فاهمين بقى يعني ايه تنشن كويس. مبدئيا التنشن ده ممكن يحصل فين؟ الحاجة اللي احنا درسناها في التراس، في اللور كورد ممبرز، مش كده؟ صح؟ فانت دلوقتي عندك كام حاجه محتاج تاخد بالك منها وانت بتصمم، ايه هم؟ اولا السترينث كونديشن، ثاني حاجه الستيفنس كونديشن، ثالث حاجه الكونستراكشن كونديشن. يعني ايه؟ حضرتك مش كافي او مش كفايه ان انت لما تيجي تصمم قطاع تنشن تقول والله لو هو الالاو الاستريس بتاعي هيستحمل الحمل اللي جاي ده يبقى كده انا في الامان، الممبر ده مش هيحصل له فين. لا، ده لازم عندك حاجتين تانيين، عندك غير الاسترانث كونديشن في حاجه اسمها ستيفنس كونديشن وحاجه اسمها كونستراكشن كونديشن، ماشي؟ طيب الاسترانث كونديشن ده اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو انت بتقول فيه والله انا عايز الاف اكتوال هو الاسترس، لما بتقول اف سمول معناها ستريس، اف كابيتال احيانا في بعض المراجع او بعض الناس بتعتبرها برضه ده الاسترس وده عامل اللود كبير. انا وانا معاك دلوقتي هتعامل مع الاف سمول على انها ستريس والاف كابيتال على انها الفورس، ماشي؟ فانا عايز الاف اكتوال اللي هي الاسترس اللي هي بتساوي ايه بقى؟ ايوه الديزاين فورس على الاريا، فانا عايز الديزاين فورس على الاريا دي تبقى اقل من ايه؟ من الاف اللو. كم الاف الاول؟ حد حضر يقول لنا؟ ايوه الاف الاول دي بالاخضر برضه في التنشن، الاف الاول دي ب 0.58 اف اي خلاص؟ 0.58 اف اي دي لو احنا بنتكلم على حديد 37 هتطلع كام؟ هتطلع 1.4 طن بير سنتيمتر سكوير. انتوا خدتوا اللود كومباينيشن مش كده؟ ايه؟ اخدتوا اللود كومباينيشن؟ طيب ده نشوف هنعمل ايه في الموضوع دلوقتي. احنا عندنا 0.5 انتوا حضرتوا المحاضره؟ انتوا حضرتوا المحاضره ما اتشرحتش؟ من اول الترم ما كنتش محاضر ما اتشرحتش. الاسبوع اللي فات هي التنشن والجيوغرافي الدكتور دخل كان حته من اللي اوت بعدها دخل على التنشن ممبرز على طول. ماشي طيب هنظبط ان شاء الله. ماشي طب وانت واحد فيلد ده الالاو ستريس، احنا لو تفتكروا قبل كده واحنا بنتكلم على تقسيم اللودز قلنا في عندنا جرافيتي لودز وعندنا سايزميك والويند واذر لودز والكلام ده. فاحنا في كلاسيفيكيشن تاني للاحمال اسمه ان احنا بنقول ان عندنا حاجه اسمها المين لودز او البرايمري لودز وعندنا حاجه اسمها السكندري لودز. احمال اساسيه او رئيسيه واحمال ثانويه. زي ايه؟ زي اللاترال شوك بتاعت الكرين اللي اتكلمنا عليها دي. قلت العجل ماشي قلنا ان في فيرتيكال فورس، وقلنا احيانا لو الريل اللي ماشي عليه ده
في شويه ديفورميشنز او اي حاجه الخط يمين وشمال والكلام ده ممكن يعمل ايه لاترال شوك. اللاترال شوك دي بنعتبرها حمل ثانوي ما هوش الحمل الرئيسي كويس. فلما وده بنسميه كيس 2 كيس 2 اوف لود يعني لو احنا معتبرين الاحمال الرئيسيه بس النوع ده كيس 1 اوف لود. لو احنا دخلنا معانا في الاحمال وحسبنا معانا الاحمال الثانويه بنقول عليها كيس 2 اوف لود ماشي. ففي حاله ان احنا اعتبرنا الاحمال الثانويه بنضرب الالوبن بتاعنا دايما في 1.2 ده لو احنا اشتغلنا على كيس 2. يبقى انت تبقى مركز ان انت لو جيفن لي او انت وانت بتصمم او في الامتحان هدف الديزاين فورس بتاعتك 15 طن كيس كام؟ كيس 1. يبقى انت ساعتها تاخد 5 في بس قال لك لا 15 طن وكان لك بين قوسين 2 او دبل اي اللي هي اللاترال. يبقى انت ساعتها هتضرب اللود بتاعك في كام؟ 1.2. كيف الفرق بين البرايمري والسكندري او كيس 1 وكيس 2 كويس قوي. فده دفع اللود حلو قوي. فاضي مين عشان اخلص التشيك ده؟ انت عندك الـ Factual Design Force على ايه؟ انهي اريا؟ اريا بتاعت الكروس سكشن اللي بيقاوم صح؟ فانت عندك لو انت بنتكلم على ممبر مثلا كده دي اريا. دي ايش بعمل كده؟ لو قطعنا وبصينا فيها نشوف الكروس سكشن ده. ده قطع ده ايه؟ انجل ماشي؟ وهو ممسوك على جاسد بليت. في ممبرز ثانيه ماسكه في الجاسد بليت ماشي؟ طول صغيرين حتى لو سمعت ايه؟ لا مش احنا التراس عندنا يبقى عامل كده مثلا؟ ده التراس؟ فلو احنا عملنا لوب على الحته دي كبرناها قوي هنشوف الممبر ده. الممبر ده القطاع بتاعه ايه؟ من القطاعات اللي بتستخدم الانجل. فاكرين ده ولا مش فاكرينه؟ صح؟ فده الانجل بشكل اهو. الانجل ده بيتحط ازاي على الطول ده؟ يبقى هو البروفايل ده وطويل كده خلاص. هو البروفايل موجود كده. لو انت قطعت فيه سكشن تشوف المنظر بتاع الانجل او الانجل. فهو ده واحد وده اثنين وده ثلاثه والطول اربعه والنهايه خمسه. الكونكشن دي بتتوصل ازاي؟ النص ممبرز بتاعت بعض ازاي؟ من ايه بليت كبير زي ده كده اه اسمه جاست بليت. وجاست بليت ده بقى عندنا حاجه من الاثنين يا اما هنلحم فيه يا اما هنعمل بصريه. فلو هنلحم فيه بنلحم على الجناب كده وده ان شاء الله اللي انتوا هتاخدوه في الترم اللي جاي طرق الكونكشنز يعني. يا اما مش هلحم وهستخدم مسامير كده خلاص. يبقى ممبر 2 3 4 5 يبقى انا كده كونت الايه؟ الجوينت او الممبر كويس؟ طيب فلما نيجي نقول ان الممبر ده عليه تنشن فورس عليه تنشن فورس عامل كده دي الفورس بتاعه او الديزاين فورس بتاعه. الاريا اللي بتقاوم فيه فين؟ كروس سكشن اللي هو ده صح؟ طيب فانت الطبيعي ان انت هتاخد الاريا بتاعتك هي الاريا الكامله بتاعت الكروس سكشن. في عندك مشكلتين ايه هما؟ تعالى كده قول لنا ان الجاست بليت دي انا عايز ارسم الانجل في حته ثانيه ماشي. وادي الجاست بليت اهو ده ايه؟ ده انا قطعت كده وبصيت شفت البيت ده شفت تخانته ده هي دي خلاص شفت الكروس سكشن بتاع الانجل. طيب في الحاله العاديه لو انت ما عندكش مشكله مع الاريا ومع السيمتري يعني ايه مع الاريا ومع السيمتري؟ يعني انت لو مكان الحمل بيجي مكان ما بيتقاوم ساعتها هتستخدم الاريا جروس. انت عندك في كيس 1 او مش كيس 1 لو عندك اول حاله يعني ان انت لو عندك سيمتري وان الكونكشن بتاعتك كويسدد مفيش مشكله ان انت تستخدم الاريا بلس اللي هي دي جي تمام. طب ايه التاني اللي ممكن يحصل؟ تاني حاجه ممكن تحصل انت يبقى عندك سيمتري
اقول لكم موضوع السيرف دلوقتي، بس بدل ما هو ولد يبقى بولدد، فبين عصر ما هو بولدد. لما بتشد القطاع ده كل السكشنز اللي في الممبر بتتعرض للتنشن، صح؟ انت عندك ده فول سكشن، ده فول سكشن، تيجي عند الحته اللي فيها المستقبل اللي حصل الحته دي انت عملت فيها فتحه كده، تحط المسمار بتاعك. لما عملت الفتحه دي تحط المسمار بتاعك، امديت ان الكروس سكشن، يبقى انت ساعتها لازم بناخد حاجه اسمها الاريا نت. ماشي؟ الاريا نت دي او الاريا هنسميها اي ان، تقدر تحسبها انت معاك. بالظبط كده. لو انا عندي اكتر من مسمار يبقى عدد المسامير، بس هي بقى الفكره ان المسمار ده ليه يعني مقدار الفتحه بتاعته او الدايمتر بتاعه اسمها الدي بتاعت البولت او الفاي بتاعت البولت اللي هو حجم المسمار. ماشي؟ هل انت بتفتح في الحديد حجم المسمار؟ لا، بتفتح بتعمل خروج صغير حوالي كده. الخروج ده انت هتاخده بكام؟ هتاخده ب 2 مللي. فانت عندك في 1 مليمتر هنا وعندك في 1 مليمتر هنا. احنا قاطعين اللي هو في الحقيقه ايه؟ اول اراوند. تمام؟ يبقى انت عندك مقدار الفتحه توتال كام؟ يبقى انت الهول بقى نروح نتكلم على الفتحه عشان نحسب الاريا لاند بتاعتنا. وانا بعمل كل ساعه. عشان المسمار ممكن تيجي تحط نتيجه اي حاجه غلط، نتيجه التركيب وانت بتركب نتيجه الفتحه ممكن ما يدخلش. لازم تبقى سايب صلاحيه تولرنس كده ان ممكن يبقى فيه ايه؟ غلطة في التنفيذ، غلطة في التصميم، المسمار بطل طلع اكبر سنة، الحديد اللي فتح الفتحة دي ما كان الجهاز اللي فتح بيه بايظ، ايا كان تعمل خروج كده زي تولرنس. فاحنا الفتحة دي بقى اللي هي الهول هي عبارة عن الفاي بتاعت المسمار زائد 2 مليمتر. ماشي؟ ده كده انهي دايمنشن؟ ده كده الدايمنشن ده. فاضل مين؟ الدايمنشن التاني اللي هو كام بقى؟ تخانه الانجل، صح؟ يبقى انت الاريا ريد بتاعتك دي اللي هي بتساوي الاريا جروس ناقص الفاي بتاعت المسمار زائد 2 مليمتر في التي. ماشي؟ في حاله ان ده ايه؟ تاني مسمار واحد، لو في مسمارين جنب بعض يبقى انت هتضرب الرقم ده في 2. تمام؟ طيب ده لو سيمتري بولت. ايه بقى موضوع السيمتري اللي احنا عمالين بنقولها دي؟ هو دلوقتي السنتر اوف جرافيتي بتاع او سوري السنتر بتاع الماس بتاع الشكل ده مكانه فين؟ مكانه هنا تقريبا كده، صح؟ لو انت هتشوف الجداول اي اللي في الجدول دي اللي هي بتقول لك المكان من هنا ومن هنا بعد قد ايه؟ كويس؟ فده السنتر. الحمل بقى انت بتحمله عن طريق المسمار هنا فيه ايه؟ في اكسنتريستي حاصله، مكان التحميل مش انت عارف ان انت لو الفورس بتحطها في المركز بتاثر بفورس بس، بعدت عن المركز في مومنت حصل نتيجه ان في فورس في الدراع، صح؟ فبالتالي انت مثبت الانجل في حته بعيد عن السنتر. يبقى المفروض يحصل صح؟ فانت بدل بقى ما بندخلك تقعد تحسب وتشوف هو الكلام ده حصل بكام بالظبط والمومنت اللي اتولد ده قد ايه؟ بنقول لك لا، سهل على نفسك. خلاص؟ وخفض الاريا اللي انت بتستخدمها. وخفض الاريا اللي انت بتستخدمها. ودي الحاله الثالثه اللي هي هنسميها انسيمتري. ودي ممكن تبقى ولدت وممكن تبقى بولد. ماشي؟ طيب هي انا هخفضها بقد ايه؟ اقول لك استخدم قانون ان احنا اتفقنا على اريا جروس الحاله اللي سيمتري ولدت والسيمتري بولتد اريا نت. لو الكيس بتاعتك هنا هتستخدم حاجه اسمها الاريا افكتيف. الاريا افكتيف. خلاص؟ القانون بتاعها عباره عن ايه؟ 1 بقى ولا ايه؟
عبارة عن A1 زائد A2. A2 دي مضروبة في فاكتور اسمه 3A1 على 3A1 زائد A2. ما عندكش غير هما تو فاريبلز بس اللي انت بايه بتتحكم فيهم. ماشي؟ مين A1 و A2؟ لا الاثنين في الاجل بس هي واحده بتدل على الجزء ده. دي اريا واحد. ماشي؟ و هي الرجل اللي ماسكه في الجسد بليت وبتاخدها لحد اخر الاجل. والجزء ده بنسميه ايه؟ طيب انت بتحسب، طيب انت بتحسب اريا 1 لوحدها واريا 2 لوحدها. وبعدين تدخل في المعادله دي تطلع الاريا افكت. ماشي يا شباب؟ تعرف تحسبها ولا نكتب القانون بتاعها؟ تعرف تحسبها عادي متهيألي. ما انت الانجل بتاعتك دي الرجل الواحدة مقاسها اسمه ايه؟ في الجدول عندك اسمه ايه؟ صح؟ والتخانة اسمها تي. فأنت عشان تحسب A1 هي عبارة عن ايه؟ A في T. فـ A1 دي هي A في T. ده في حالة إن هي ايه؟ ولدت. حالة إن هي ولدت هتبقى A ناقص الفاير بولت بتاعت المصنوع زائد الـ 2 ملم. كل ده مضروب في T. ده لو بولت. والاثنين ولا ايه وده ايه؟ احنا بنتكلم على ايكوال لاج انجل. فدي ايه ودي ايه؟ فساعتها ايه تو دي نري بقى تقريبا ازاي؟ ايه ناقص تي ده الدايمنشن في التي بالظبط كده. فانت هنا معاك ايه واحد وايه اثنين تقدر تحسب الايه؟ الاي دي اف. ماشي؟ فالسنجل انجل بتاعتنا لو احنا الممبر اللي مستخدمينه في التراس ده مثلا السنجل انجل ده يقع في انهي كيس في الثلاثة؟ الكيس اللي احنا رسمناه دي تقع في انهي كيس في الثلاثة؟ في الاخر بس انسيمتريك. في الايه؟ انسيمتريك. انسيمتريك. لا مش انسيمتريك. انسيمتريك انسيمتريك بولت. لان هو انت عندك هنا بص السنتر فين والمسمار او مكان الفيكسيشن اللي انت عامله فين هنا. فالحمل بيتنقل من النقطة دي والسنتر هنا. طب ايه الكيس اللي ممكن بقى تبقى سيمتريك؟ عندنا تو كيسز تانيين بالنسبه للانجلز زي ان انت يبقى عندك التو انجلز باك تو باك كده والجاست بليت هيبقى نفس الشكل ده في الاليفيشن بس هو في الايه؟ بس هو في الكروس سكشن عامل كده. فاهمين المنظر ده؟ يعني الانجل دي في انجل باك باك ظهار الجسد بيت جايه كده وفي انجل ماشيه كده وفي انجل ماشيه في ظهار. فلما قطعنا شفنا دي وانجل ثانيه في الجنب اللي هو المنظر ده. هلاقي دي جوه ماشي؟ ده بقى ايه اللي حاصل هنا؟ اللي حاصل هنا ان انت عندك الحمل بيجي في النص يعني انت بتعمل الفيكسيشن هنا ماشي؟ ونتيجه السيمتريه دي ده كان الاي بتاعته الناحيه دي وده الاي بتاعته الناحيه دي بس هما الاثنين كروس سكشن واحد الاي بتاعهم فين؟ في النص. ماشي احنا هنريحك دلوقتي في الترم ده. انت دلوقتي لو اشتغلت سنجل انجل فده دافت في 5 متر. لو اشتغلت تو انجلز باك تو باك ده كده سنتر. ماشي؟ فده يعني دي نقول سنجل انجل دول تو انجلز باك تو باك. ايه تاني سيمتريك؟ الستار شيب بالظبط. ده نفس الكيس. وده برضه سيمتري خلاص. دول تو انجلز
ممكن تقول ستار بقى او تكتب ستار شيب يعني سواء كده. بقيت انت دلوقتي حافظ شفت تو انجلز باك تو باك او تو انجلز ستار شيب، فانت عرفت ان انت في السيمتري. هتشوف بقى هو انت ويندد ولا بوندد، ماشي؟ الانسيمتريك لو سنجل انجل هيبقى انسيمتريك برضه، هتشوف انت ويندد ولا بوندد. بس مش مكان البولز نفسه هيأثر في السيمتري؟ قلت لك دلوقتي علشان يعني نسهل الموضوع، جاي لك تو انجلز باك تو باك سيمتري، ستار شيب سيمتري، سنجل انجل انسيمتريك، ماشي؟ طيب في اي كده مشكله بالنسبه للستريس كونديشن؟ يبقى انت كده تعرف تحسب الاكتوال الاف اكتوال، وتعرف الاف الاول اللي جاي مقارن ما بينهم، كويس؟ عندنا من دي كمان النقطه الثانيه الستريس كونديشن. ايه بقى الستريس كونديشن؟ الستيفنس دي بتحصل نتيجه التون بتاع الدرن. لا ده بعيده خالص عن الفوكس. الستيفنس بعيده خالص عن الفوكس. الستيفنس دي ان انت بتتكلم على الطول بتاع الاليمنت الكثافه بتاعته عامله ازاي. يعني ايه؟ انت دلوقتي لو جبت مسطره وجيت دوست عليها، مسطره طويله قوي بكروس سكشن معين، ودوست عليها هتميل. نفس المسطره دي انت لو كسرتها لحته صغيره وجيت حاولت تخليها تبتدي بنفس الطريقه وتعمل باكلين كده، مش هتعمل. ده فرق الايه؟ ايه؟ قلت ايه؟ قلت الفورس. مالهاش دعوه بالفوكس، ماشي؟ الاستيفنس بتحسب ازاي؟ احنا بنبقى عايزين نحسب الاي سمول دي اللي هي بتساوي سكوير روت الانرشيا التوتال بتاعت القطاع على الاريا التوتال بتاعت القطاع، ماشي؟ دي في البروبرتيز اوف اريا، عندك الاريا والانرشيا ومش عارف ايه وريديس اوف دايركشن الار، خلاص؟ ده الوحده بتاعته ايه؟ اي دي اي توتال. ايا كان بقى في حسب الاتجاه، يعني لو انت بتحل اي سمول اكس هتاخد اي اكس، اي واي هتاخد اي واي، تاخد اي في اللي هي المينيمم هتاخد اي في. المهم انها بتاع توتال القطاع، يعني انت لو بتحل تو انجلز باك تو باك هتحسب الانرشيا بتاعت الاثنين مع بعض، مش هتاخد اللي في الجدول تستخدمه، ماشي؟ طيب ده اليونت بتاعته ايه؟ صح، يونت لينث يعني سنتيمتر او متر او كده، كويس؟ الريديس اوف جيريشن ده لو انا حطيته تحت القلب، يعني قلت عندي الطول بتاعي الجيومتريك بتاعي على الريديس اوف جيريشن او على الاي سمول، ده ليه ليميتيشن. في التنشن احنا الليميتيشن ده بنقول ان احنا عايزينه يكون اقل من او يساوي 300. هل ده دي يونت؟ الرقم ده يونت؟ يونت صح؟ طول على طول. فبالتالي لو انت هتستخدم الطول بتاعك بالمتر تطلع الباي بتاعتك بالمتر. هتستخدمها بالسنتي تطلع الباي بتاعتك بالسنتي. والاسهل لك الماده بتاعتنا ما شغالتش على بالسنتي. فلو طول 3 متر يبقى هتستخدم الـ 300 على الباي. ماشي يا شباب؟ فدي الستيفنس كونديشن. نقول الكونستراكشن، بعد كده نرجع نفصل هنا شويه. الكونستراكشن كنديشن عشان سهله قوي، هي عباره عن ايه؟ احنا قلنا هنا ان احنا بنركب مسمار. فلما بركب مسمار عندي حاجتين، عندي الحاجه الاولانيه ما ينفعش اخلي الفتحه تاخد جزء كبير قوي من الاريا حتى لو الاريا هتكفي. ما ينفعش تعمل فتحه كده مثلا. اللي انا هعمل فتحه كل دي. وانا شايف الاريا اللي هي دي كده هتكفي. ما ينفعش. في ريستريكشن حاجتين، الحاجة الأولانية إن أنت عايز المسافة دي، المسافة اللي هي بتاعت الإي دي، تبقى تكفي إن أنت تحط الرنش على المسمار وتلفه. فلو أنت الدراع، لو أنت الدراع بتاعك ده صغير أو زي ده كده مثلا، أنت عملت مسمار كبير أوي 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 كده وحطيت الرنش بتاعك، تلفه إزاي؟ مش هتعرف تلفه، مفيش بقى الراس بتاعت المسمار عاملة كده. مفيش مكان حاجة تبات على المسمار عشان تقعد انت ايه؟ تلف. خلاص؟ دي حاجة. الحاجة التانية الستريس كونسنتريشن. الحاجة التانية الستريس كونسنتريشن. المحاضرة المحاضرة المفروض يكونوا ايه؟ شافوا الموضوع ده وفهموه. طيب؟ فالكونستراكشن كونديشن ده عشان احققه محتاج ايه؟ محتاج ان الـ A
ناقص تي اي ماينس تي ده اللي هو ايه؟ اللي هو طول ده اتشال منه التخانة ده الحتة الكبير دي عايزها تبقى اكبر من او تساوي 3 فاي بتاعت المصر. ماشي؟ يبقى انت لو انت بتحل مسألة وانت هتعمل الكونستراكشن كونديشن حاطط النص. انت مش فاهم انت بتعمل ايه؟ مفيش مسمار اصلا. هلاح مين؟ الكونستراكشن كونديشن ده انا مش هيك عليه امتى؟ حالة ان هو بولتد فقط لا غير. تمام؟ طيب. نرجع للستيفنس كونديشن. انهي بقى انا هاخد انهي اي عشان اعمل التشيك ده وانا بحل؟ ما هو الشكل ده ليه كذا اي. اخد الاي بتاعتي بكام؟ اخد اي اكس. اخد اي واي اخد اي مينيمم اخد اي ماكسيمم احنا بناخد الاي مينيمم بناخد الاي مينيمم فالاي مينيمم علشان نسهل الحل عليكم هنقول بس كان في بعض الناس بتقول ان الرينج مش معمول على الصفحه فاخدها اوكي قللناهم شويه ونفضل دايما نحصل الارقام على الرسوم كده يكون على شيء كويس ترسيم سمعت الدكتور عليه بيقول لكم قال ان انتوا في ناس منكم ما حطيتش الرينج وهي بترسمها عمودي على الصفر بتاع الروف ماشي فهي لازم تبقى عمودي طيب عندنا السنجل انجل الصوت صوت تسهيلا عليكم هنقول ان احنا الاي بتاعتنا الاي مينيمم بتاعتنا هنا كذا هنا كذا هنا كذا هتاخدها تقريبي كده لما الدكتور مشي فانت كده ما ينفعش تسلمها مره ثانيه مش هاخدوها اصلا ومشي الاي مينيمم بتاعتك في السنجل انجل 0.28 ماشي ده تقريب وحل بيه على طول والاي مينيمم في الستار شيب 0.3858 و الباك باك تو باك 0.38 ماشي يبقى انت ممكن باستخدام البي على طول بدل ما تقعد تحسب القانون ده هنسمح ان انت ايه تستخدم ده بس انت تبقى فاهم ان انت بتعمل كده ابروكسيميشن انت الصح الالتيميت 100% ان انت كنت تحسبها كده بس تسهيلا هتستخدم الابروكسيميشن ده بيطلع رقم قريب قوي من اللي في الجدول او الرقم اللي هو لو انت بتحسب تو انز باك تو باك ده رقم قريب من لو كنت حسبت اكزاكت خلاص كده يبقى انت كده معاك الثلاث كونديشنز كده انت كنت عرفت تصمم تنشن نمبر ما عندكش اي مشكله الخطوات بقى تعمل ايه؟ الخطوات تعمل ايه؟ عندنا كذا مشكله. اول مشكله ان انت حضرتك وانت بتصمم النمبر انت اصلا مش عارف النمبر. صح؟ انت بتبدا انا بقول لك عندك ديزاين فورس 15 طن صمم لي القاعده اللي عندك قاعده ينفع تستحمل 15 طن. ماشي؟ فانت معكش نمبر. فانت مش عارف اصلا هي الاريا بكام؟ وبالتالي مش عارف بس انت هتبقى عارف انت هتعمل ويلدنج ولا بوت انت هتبقى عارف انت اللي هتقرر هتلحم ولا هت ولا اسمه ايه ولا تستخدم مسامير بس هي المشكله كلها ان انت الارقام بتاعتك اللي انت عايز تستخدمها عشان تحسب ما عندكش ليها اي لازمه فانت بتقول ديزاين فورس على ايه فانت مين اللي معاك عشان تبدا معاك الديزاين فورس ومعاك الاف ال جوه انت هتحل كيس ولا كيس دول اللي معاك وهتطلع الاريا، طب الاريا اللي انا طلعتها دي هي الاريا بلس ولا الاريا نت ولا الاريا افكتيف؟ مهما كان اللي انا طلعته ده انا مش عارف برضه احوله يعني لو طلعتها لك لو طلعت لك الاريا بتاعتك ب 10 هيبقى ال 10 دي بتساوي ايه 1 زائد 2 هي معادله واحده فيها مجهولين انا مش عارف صح؟ وبالتالي بنعمل بقى ايه هنا؟ ابروكسيميشن فبنقول والله لو انا هبدا انا عارف ان انا هحل حاجه سيمتري وبولتد انا هستخدم اعمل اسامبشن ان الاريا نت
بتساوي 0.85 من الاريا جروس. يعني عشان اجيب الاريا على طول اللي انا محتاجها اروح معوض عن الاريا دي ب 0.85 اريا جروس. فكده الاريا اللي قاعده دي هي الاريا بتاعتها على طول. ماشي؟ طيب لو هستخدم بقى السيمتريك هاسيوم ان الاريا الفكتور بتاعتي بتساوي 0.7 من الاريا جروس في حاله ان هي ولد او بتساوي 0.7 في 0.85 في الاريا جروس في حاله انها بولت. يعني من الاخر كده انت بتقول ان البولتنج بيخفض لك حوالي 15% من وضع القطاع بتاعك. صح؟ هو ده رقم تقريبي. انا جبت الاريا جروس 15%. الاريا جروس انت نتيجه كده الخبره نتيجه الحاجات اللي اتحلت كتير عرفنا ان انت لما بتعمل بولتنج تقريبا القوه بتاعت القطاع بتاعك بتقل 15%. يعني الاريا بتاعتك كانك استخدمت 85% منها. فبنقول لك عشان تبدا تعرف تحل على طول توصل بسرعه ابدا بفرضيه ان انت هتحتاج اريا 85% من اللي انت قايل اريا جروس دي هتوصلك للقطاع المظبوط بشكل سريع. ماشي؟ ولو انت عندك ان سيمتري هتضرب في 0.7. يعني لو في لو المنظر ده حاصل نتيجه ان السنتر بعيد عن المكان اللي انت مثبت فانت بتفقد 30% من الايه؟ من القوه بتاعت القطاع. بس انت مش بتفقد، هي الفكره ان انت ما حسبتش المومنت وما حسبتش الزياده اللي حصلت. فبنقول لك خفض الالاو شويه علشان تطلع رقم قريب للمظبوط على طول. بحيث لو طلع عن سيف يبقى تكبر القطاع واحد وتطلع سيف. الاسامبشن ده موجود؟ كود يعني او حاجه؟ لا ده اسامبشن باي براكتس. باي براكتس. يعني انت لو عايز تستخدم مش عايز تستخدمه عايز تستخدم 0.75 استخدم. هتطلع معاك الحاجة ان سيف هتروح مكبر قطاعين بدل ما تكبر قطاع واحد مثلا. او مش هتطلع معاك سيف من اول يعني ايه؟ انت فاهم قصدي؟ في الاخر دي حاجة احنا بنقول لك دي بتقربك للحل بسرعة. خلاص يبقى 0.7 للان سيمتري 0.85 للبوند. وانت تشوف بقى الكيس بتاعتك انت ايه؟ عندك سيمتري وولدد مفيش تخفيض خالص. عندك بولدد سواء سيمتري او ان سيمتري فانت هتخفض وتضرب في 0.85. عندك ان سيمتري هتضرب في 0.7. تتجمعوا مع بعض هتضرب 0.7 في 0.85 وتطلع ايه؟ الاريا جروس. ماشي؟ طيب فاحنا تعالى بقى نكتب كده الديزاين ستيبس ولا نحل على طول علشان الوقت نحل على طول وبعد كده نقول الخطوات واحنا بنحل. هو عايزين الكلام ده تصوروه انا عايز اكتب في النص. خلاص تمام. نتكلم دلوقتي على example 2.1. example 2.1 ده في كتاب مين؟ دكتور بهاء. عارف كتاب؟ هنحاولوا تجيبوه. ففي الاكزامبل ده بيقول لك عندي member design force اللي جاي عليه 30 طن phase 2 و طوله 3 متر، الطول بتاعه 3 متر، وإيه تاني؟ وهيستخدم
استخدم حديد 37 عايزك تحل مرتين مره ولدت ومره بولتد باي تساوي 16 مليمتر يعني مسمار 1.6 سنتيمتر لا هو 18 مللي ده يعني سنتي بوينت 8 ماشي؟ طيب نبدا الحل ازاي؟ عايز ابدا ده هيبقى غالبا هنبدا في الكلاس عامل كده اهو والممبر ده مثلا فطوله 3 متر عايزك تصمم تبدا ازاي؟ هو انت اولا انت مش عارف هو انت الاريا اللي انت هتجيبها دي بتحددها بناء على حاجتين السيمتري وولدنج ولا بولتنج صح؟ انت السيمتري لسه مش عارف انت لازم تختار فانت هتقول والله يا جماعه انا هيقول اسيوم يوزنج تو انجلز باك تو باك فانت كده عملت ايه؟ اخترت نوع القطاع اللي هو بيحدد لك انت مين؟ سيمتري ولا اكسر؟ كويس؟ طيب اخترت هانجز باك تو باك. طيب هنقول بقى ايه؟ فروم سترينث كونديشن من السترينث كونديشن هنقول ايه؟ ديزاين فورس بتاعتنا اللي هي 30 على الاريا انا دلوقتي اخترت انجلز باك تو باك فيبقى انا سيمتري احل مره ولدد ومره بولد خلينا نبدا بالولد ففي الولد هقول على الاريا جروس تكون اقل منها او تساوي كام بقى؟ حديد 37 قلنا 0.5 انت فيلد 1.4 فيبقى 1.4 وما تنساش عشان دي كيس 2 تضرب في 1.2 الكلام ده معناه ان انت عايز اريا جروس تكون اكبر من او تساوي كام؟ هتطلع معاك كام دي؟ دي هتطلع 8.93 كويس؟ ده من الكونستراكشن سنتيمتر سكوير فانت عايز تخش الجدول تطلع لك حاجه بس في عندك كونديشن تاني اللي هو دي ستيفنس كونديشن فانت هتروح قايل فروم ستيفنس كونديشن انا عايز ان ال ان على الاي مينيمم تكون اقل منها او تساوي 300 مش كده؟ ال ان بتاعتها بكام؟ 300 سنتي على او بوينت كام بقى؟ فاكرين لما انت مغلبها؟ 0.3 تو انجز باك تو باك الرقم بتاعها 0.3 اي عايز تكون اقل من او تساوي 300 فده معناه ان انا عايز الاي بتاعتي تبقى اكبر من او تساوي كام؟ تطلع كام؟ قد ايه هناك؟ 300 تطلع 3 صح؟ 3 كوين 3 3 سنتيمتر يبقى عندي كونديشن اهو وعندي كونديشن تاني اهو ليه بعمل بقى الكونديشن التاني ده؟ عشان انت ممكن تجيب كروس سكشن تختار من الجدول قطاع الريت المناسبه بس الاريا الايه بتاعته السايد بتاعه يديك ستيفنس هيطلع لك بقى انسيف فانت عشان بس ما تخش سوق تعيد كتير فانت بتشيك على الاثنين وتاخد الكبير منهم فدي كانت طلعت ب6 خلاص يبقى انت هتختار من الجدول حاجه تكون الاريا بتاعتها اكبر من كده والايه بتاعت الانجل اكبر من الدرجه من الستيفنس كونديشن ماشي؟ طيب ده في حاله ان هو كان ولد في حاله البولتر الكلام بيقول بقى ان لسه كلها ولد والاخضر ده بولت ففي
قالت ان هو بلوتوث كان هيبقى عامل ازاي؟ كان هيبقى 30 على ايه بقى؟ على اريا نت، على اريا نت اللي هي 0.85 اريا جروس، صح؟ يكون اقل من او يساوي 1.4 في 1.2. تطلع هنا الاريا جروس تكون اكبر من او تساوي كام؟ هتطلع 10.5 سنتيمتر سكوير. ماشي؟ في بقى هنا خلينا برضو الستيفنس كونديشن بتاعنا هو هو ده سيم، صح؟ وبعدين عندك كونستراكشن كونديشن. هل في كونستراكشن كونديشن في الحاله بتاعت الويلدنج اللي بولتت؟ لا. الويلد الارضي لا، ده مفيهوش ويلدنج، مفيهوش، ما تقدرش تكتبه اصلا او تكتب عشان بس تفهم اللي بيصاحبك نو كونستراكشن كونديشن. ماشي؟ طيب في الحاله بقى بتاعت البولتد هتروح قايل ايه؟ ان انت عايز ان ايه ناقص تي تكون اكبر من او تساوي كام؟ 3 في ونص مول، ف 3 في 1.8 اللي هي بكام؟ تطلع بكام 3 في 1.8؟ 5.4. فانت هتبقى دلوقتي لو انت بتحل الكيس بتاعت البولت ده عندك 3 ريكويرمنت عايز تحققها، ان الاي بتاعتك تتخطى الرقم اللي انت حسبته ده، وان اي ماينس تي تكون بتتخطى الرقم ده. بس انا انت كويس لو كنت حسبت على ده بس وكده كان انجلز هتبقى اكبر من كده 6 سم حاجات كده، بس على الفرد ان كان في حاجات صغيره قوي كده. فانت دلوقتي لو اشتغلت على الرقم ده ده كان هيطلع ان سيف. ايه؟ اسم الايه؟ اسمه اللي هي الدايمنشن بتاع الانجل هو ده. الانجل بتاعتك شكلها عامل كده. لا دايمنشن ده اسمه ايه؟ احنا شغالين دايما ال انجل. ايه؟ شغالين دايما ال انجل. بروبلي في الحاجات دي بنشتغل بنستخدم مستوى الانجلز سواء بقى سنجل، بس ممكن تلاقي في الامتحان عادي تحل بوينت وتحل ريكتانجل سكشن واسهل بقى. سيمتريك والاريا موجوده في الجدول وكل حاجه في الجدول الموضوع بيبقى اسهل بكتير. ماشي يا شباب؟ خلاص يبقى انت حاله البولتد عندك ثلاثة ريكوايرمنتس الاريا والاي والدي ماينس تي. حاله البولتنج عندك الاثنين دول بس. في بقى انت تركاية هتروح انت تجري تخش على الجدول تدور على الاريا دي. هتلبس في الحيطه. ليه بقى؟ بالظبط كده. عشان دول احنا بنقول ان احنا بنحل تو انجلز باك تو باك. فيبقى انت عندك تقول هنا كده الاريا، معلش انا هسمي دي الاريا ريكوايرد. قول بلاش خليها. هقول ان الاريا ريكوايرد بتاعت 1 انجل بتساوي 8.93 على الاثنين. والاريا ريكوايرد بتاعت 1 انجل ب 10.5 على 2. مهم جدا الكلام ده. لو انت 2017 بعد ما تقسم على 2 فعلا؟ انا قريت الرقم الثاني. اوكي. ماشي. المفروض تبقى كام؟ 17 ودي 8.93 وهنا دول كانوا 21 21 صح؟ 21 دول كانوا 21 ودي 10 ونص. مش على الاثنين بقى، مش على الاثنين بقى. 21 21 برضه على الاثنين و10 ونص. وممكن واحد تاني بقى منكم بيحل يبقى مصحصح ويدخل الان عدد الانجلز في الديفيجن على طول. لو بيحب يعمل اثنين ريجوس. ايوه. فممكن استخدم يعني 30 على 0.85 في جي في ان في عدد الانجلز. كويس؟ نكتب القانون بتاعها احسن كامل كده على بعضه بحيث تستخدموه. ان احنا عندنا الاريا ريكوايرد اللي احنا عايزين نوصلها فاينلي هي عباره عن ديزاين فورس على الاف الاوبل
اللي هي بين 5 8 دفين ماشي في الاتي بقى عندك 1.2 في كيس 2 وعندك 0.85 ده في حاله الايه انها بولت هتخفض اكتر في 0.7 لو ايه انسيمتري واللي فيك وعايز يدخل الان من هنا هيقدر في ان ده النمبر اوف انجلز كده لو استخدمت القانون كامل كده مع بعضه هيطلع لك الاريا ريكوايرد دي اللي هي ايه الاخيره دي على طول اللي هي تخش فيها جدول تمام. طيب القصه دي ما عملناها طلعنا بقى ايه من الجدول في حاله الولدت تو انجل 70 و70 تعالوا بقى نكمل هنا شوز تو انجل 70 في 70 في 70 وفي حاله الولدت في حاله البولتد هنستخدم 65 في 9 ماشي وهنجرب. طب بما ان احنا هنجرب خلينا نسمي الشوز دي اللي انت ايه هتجرب تراي لان انت لسه هتتشك وتشوف ماشي. فاحنا في حاله الولد اختارنا قطاع هنعمل ايه بقى؟ اكتشول تشيك فتبقى تيجي تفتح تمسك الثلاث شروط تاني مش محتاج تمسكهم كلهم لا مش محتاج تمسكهم كلهم ليه؟ لان ده انت اوريدي ما غيرتش في حاجه انت اوريدي اخترت ايه اكبر مني صح؟ وبرده الكونستراكشن كونديشن انت برده اخترت ايه ماينس تي اكبر من دي فدول مفيش داعي انك ترجع تشيك عليهم تاني خلاص؟ في الحاله دي لكن السترينث كونديشن اللي هو ده احنا جايبينه ابروكسيميشن مستخدمين فاكتورز عايزين نتاكد ان احنا بعدنا استخدمنا فاكتورز دي حاجه لسه سيف يبقى انت في حاله الولدد هتستخدم الاريا جروس هنا برضه انت ممكن ما تتشكش ما تعملش تشيك لان انت لو سيمتري وولدد ما استخدمتش فاكتورز فهتطلع لك هي هي. طيب في حاله التو انجلز الخمسه البولتد بقى هتعمل ايه؟ قول تشيك السترينث كونديشن ماشي تعمل ايه؟ تقول الله ديزاين فورس على الاريا نت اللي هي هتبقى بتساوي 30 على كام بقى؟ احنا اخترنا 65 في 9 تبقى الاريا نت بتاعتنا بكام؟ هنطلع الاريا بتاعتنا من الجدول الاريا بتاعتنا من الجدول كام؟ الاريا بتاعتنا من الجدول كام؟ 11 سنتيمتر. يبقى انا عندي 11 سنتيمتر ده اللي هو الايه؟ الاريا بتاعت انجل واحد 11 سنتيمتر اطرح منها مقدار الفتحه اللي هو قد ايه؟ 5 بلس 2 مللي. اه الفاي بتاعتنا 18 مقدار 18 مللي واحنا بنحل بالسنتي. هتحول ال 18 دي ل 1.8 زائد الكليرنس اللي قلنا عليه الكليرنس ده 2 مللي حول السنتي يبقى كام؟ 1.2 والكلام ده يضرب في التخانه اللي هي كام؟ مش 9 بقى 0.9 دي بالملي الابعاد دي بالملي 0.9 كويس؟ ده كده الاريا بتاعت انجل واحده مفتوح فيها مسمار انت عندك كام انجل؟ 2 ما ينفعش تضرب الكلام ده في 2 ده كده ده فراكشر يطلع ايه فراكشر بكام؟ هيطلع ب 1.59 طن بير سنتيمتر سكوير تلاقي ان انت شايف ان هو يكون اقل من ايه؟ الفانل اللي هي 0.58 في
الفيلد هي 1.8 هو كلها 1.4 هي كلها 1.4 في 1.2 تطلع بكام دول؟ 1.54 تقريبا تطلع بكام؟ 1.68 يبقى طلعت اقل ولا اكبر؟ اقل طلعت اقل بعدين 4 6 وانت كده يبقى انت انت المفروض هنا برضه يعني انت عشان دايما خلينا نثبت تشيك سترينث كونديشن احسن تنسوه ولا حاجه فاكتور من الفاكتور ماشي يا شباب صعب ولا الدنيا لذيذه smaller than or equal if allowable ولا هي smaller than بس ايه smaller than or equal if allowable ولا smaller than ماشي يا شباب حد عنده اي سؤال صوت 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 دخلنا جدول بثلاث حاجات الاريا بتاعت الانجل الواحده ان احنا عايزين نجيب ايه هو الدايمنشن بتاع الانجل يكون اكبر من ده وان لو في بول في مسمار ان هي ماينس تي تكون اكبر من الرقم ده جبنا كده اتنين لا جبنا يعني جبنا اتنين عشان مره حلينا ولدك مره حلينا بولت ماشي دي كيس ودي كيس انت في انا جاي لك المساله نوع واحد طيب الاكزامبل اللي بعده امسح ولا عايزين نصور خلاص كويس ربع ساعه بس انتوا معلش انتوا تطولوا معايا النهارده ربع ساعه كمان كده ولا حاجه علشان لازم تعرفوا الروت كومبينيشن دلوقتي ايه؟ والله ماشي يعني انت عايز تطول وتتاخر ممكن انا ليه هتاخر زي الشرح المشكله ايه؟ ماشي احنا دلوقتي ده بقى الاكزامبل اللي بعده الكتاب اكزامبل 2.3 هحاول نكتب بسرعه شويه كده فبنقول ان الديزاين فور سيل تطل وده كيس 1 طول 580 نعرف نحل كده هنا كده يا شباب المره دي احنا الاليمنت اللي حليناه اللي قبل ده كان اليمنت اوتوم كور وكان عليه ديزاين فورس 30 طن وطوله 3 متر فالمره دي احنا هنحل ديزاين فورس 6 طن فور صغير شويه الطول بتاع النمبر طويل 580 سم يعني 5.8 متر ماشي؟ تمام ومعكم نقدر نحل نفس الطريقه اللي حللنا بيها هنعمل ايه اول حاجه؟ اول حاجه from strength condition خلاص بقى الشطار دلوقتي كام 6 طن على كام؟ على ريكوس ريكوس ماشي انت بقول لكم برضه ما عملتوش اللي احنا قلنا عليه قبل كده ايوه يعني قلنا لازم نبدا اول خطوه ان احنا هنسيوم اشتغل بايه؟ فالامبر الطويل مع الفوز دي ممكن نستخدم تو انجل ستار شيب
ماشي ليه؟ عشان الستار شيف طول الطويل بيدي لك الانرشيا بتاعت الايز مول دي بكام؟ وين 3 8 5 ايه؟ هو في حاجات ممكن تبني استخدم حاجات معينه بس مش يعني مش هيقول لي الشيب ايه بس لا لا في الامتحان طبعا الامور واضحه وفريقه ما تقلقش انا بس كده بنمي السنس عندك ان انت تختار الشيب اه في الامتحان بنسبه 95% في الامتحان مش هتوصلش ماشي فالسته على كام بقى لو تقول الستار شيب ده سيمتريك يبقى انا عندي على الاريا جروس في كام؟ في 2 ده العدد ماشي في كام؟ كام؟ اللي هو احنا القانون اللي كنا كاتبينه هنا ده كنا بنطلع بيه الاريا الاريا الوارده على طول هنا ده القانون بتاع الاستريس هو الاستريس هيبقى هو اللي فوق والاريا اللي تحت هنحل بالطريقه اللي كتبنا بيها القانون المره دي هنقول على 1.4 عشان اللي يطلع لنا على طول هو مين؟ اريا ريكوايرد 6 على 1.4 في 2 في اي ريدكشن ثاني هيحصل؟ مفيش ريدكشن هيحصل الكلام ده يطلع بكام؟ ولا كيس 2 ولا كيس 1 الكلام ده يطلع اريا كام؟ كام؟ 2.14 سنتيمتر. طيب ده كده الترند كونديشن. تاني حاجة من الاستفنس. يبقى عايزين ايه؟ عايزين الهيد على هاي مينيمم اقل من او تساوي 300 اللي بتاعتنا 580 سم على ستار شيب وين 3 8 5 8 يكون اقل من او تساوي 300 ده يدينا ايه؟ يكون اكبر من كام؟ عايزين ايه؟ اكبر من 5.02 خلاص؟ هتخش الجدول ده تحل تطلع 55 في 6 شوز او تراي 2 angles 55 في 6 الاريا بتاعت كل واحد الاريا بتاعت الهون انجل فيهم هتبقى بتساوي كام؟ 6 بوينت كام؟ مش شايفه 6.31 صح؟ وانت متصور هنا مين اللي حكم ده ولا ده الايه صح ان الممبر طويل والفرصه قليله شويه نسبه التاني غالبا ده اللي حكم انت تم الاختيار بناء على ده فانت لما تيجي تعمل تشيك على السترينث كونديشن هيطلع ايه هيطلع سيف بس برضه هتعمله تشيك السترينث كونديشن ماشي وهتعمل تشيك على الاستيفنس كونديشن بس ايه عشان ما تخش الامتحان الاثنين دول لازم تعملوه ليه؟ عشان في الاستيفنس كونديشن احنا مستخدمين تقريب وانت كان الصح ان انت في لما تيجي تحل الاجزاء تحسب غير المفروض ماشي ف معلش لما تيجي تحل اعمل تشيك على الانتين حتى لو تستخدم نفس الارقام يعني انت هتستخدم التقريب برضه في التشيك كونديشن بس عشان اللي بيصاحبك يبقى فاهم ان انت كنت بتحل التقريب المفروض كنت تحل الاكزاكت وتسهيلا هتستخدم برضه نفس التقريب بس انت المفروض بعد ما تطلع القطاع تشيك على السترينث وايه الاستفنس ده اكيد ماشي هتعمل التشيك هيطلع اكيد الاريا هتطلع كفايه هيطلع سيف من الناحيه دي ولكن الاستفنس هو ايه اللي هيحل لو انت بقى جربت في البيت كده قعدت تتدرب مع نفسك وتحل القطاع ده بتو انجلز باك تو باك تشوف الاريا هتطلع بكام ولو حليته باي وشفت الاريا تطلع بكام هتلاقي ان هما مش ايكونوميك ليه بقى مش هيطلع مش ايكونوميك ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الاريا اللي انت محتاجها صغيره جدا عشان الفور صغيره فانت كل ما الرقم ده يصغر انت بتختار حديد اكتر كل ما بتختار حديد اكتر انت بتخسر فلوس انا ايكونوميك مش محتاج الاريا دي كلها
بيطلع لك ستار شيب هو انسب حد في الايه؟ في الكيس دي. اخر اكزامبل بقول ولا نقول ال نقول خمس دقايق كده امسح ولا تاني طول؟ عشان نقول لوك كومبينيشن خلاص. حد نزل اي ابلكيشن اللي اتفقنا عليهم ولا المره اللي فاتت؟ ها حد نزله؟ حد عمل اي حاجه؟ ايه الاخبار؟ لذيذ؟ طب مية مية. اتمنى كلكم يعني تتشجعوا تعملوا كده ونشوف كمان 3 4 اسابيع كده النتائج عامله ازاي. ماشي. اكزامبل 2.4 اكزامبل 2.4 عندك بقى المره دي سنجل انجل بورد فيها كل الايه؟ العبر. ديزاين فوق 6 طن فيس 1 الطول بتاع المنبر 360 سنتيمتر و بولتد بفاي 14 بفاي 16 بولتد بفاي 16 وعادي 7 خلاص ايه؟ استنى خلاص حتى يبقى جابك عندي. قول لك تعالى دلوقتي. اخلص. تعالى انا شوية كمان. طيب المرة دي هتعمل ايه؟ هتستخدم طول قليل والفرصه قليله فيكفي ان انت تكون ايه؟ هستخدم انجل واحد. يوم وان انجل. ماشي؟ ف وان انجل يبقى انت ساعتها عايز تعمل ايه الريكوايرمنت بتاعتك ازاي؟ اللي هي هتكون فروم سترينث كونديشن. ايه الريكوايرمنت بتاعتك دي؟ تجيبها ازاي؟ تلاقي الفرصه بتاعتك بسته على تبقى الاول 1.4 عندك بولت يبقى ايه؟ 0.85 وانسرد يبقى 0.7 خلاص؟ فالكلام ده يطلع لك اريا ريكوايرد بكام؟ و 7.203 سنتيمتر سكوير. وعندك construction condition عندك الدل على باي مينيمم يكون اقل من او تساوي 300. انت عايز 360 على بوينت كام؟ ايوه صح بزنس موينت على كام؟ لا ما دي بقى غلطه بقى بوينت 2 ايه؟ ركزوا بقى ما تستسهلوش الحاجه الحل عشان في ناس كده بتغلط الغلطه دي بيجوا يحلوا السنجل انجل متعود على التايمز باك باك ويروح عامل 0.3 ماشي 0.28 تكون اقل من او تساوي 300 انا عايز الدي بتاعتي تكون اكبر من او تساوي كام؟ 6 سم انا المره دي عندي في فولت يبقى لازم اعمل التشيك التالت اقول فروم الكونستراكشن كونديشن عندي A minus T عايز تكون أكبر منها تساوي 3 في 1.6 ماشي؟ ده تطلع بكام؟ اللي هي 4.8 سنتيمتر. ادي 3 شروط. أقول try from tables من الجداول try يبقى هو هنا في الحل قاعد 60 في 6 وان انجل 60
60 في 6 وان انجل 60 في 6 دي الاريا بتاعتها 8.7 بس انا الحقيقه هل هستخدم الاريا دي؟ ايوه بدل ما كويس كده كده هتعمل الاريا افكت اضطر ان انا افصصها يعني دلوقتي بقى المره دي عندي فولتج وايه؟ وانسبت انا لازم بقى عشان بقى اعمل تشيك عشان اعمل تشيك على السترينث كونديشن لازم نقول الديزاين فوق اف اكتر بتاعتنا بالسته طن على الاريا افكتيف لازم بقى احسبها الاريا افكتيف ايه؟ احنا كده ممكن نقع في ورطه صح؟ لان انت عندك 6 على 5 بوينت 5 تطلع بكام؟ 1.09 طن بير سنتيمتر سكوير الحمد لله بس انت بتيجي ان شفت الاريا هنا اللي طلع اقل من الاريا اللي انت كنت عاملها ريكوير ازاي؟ ممكن دي الكونديشن الثانيه اختارنا انجل هي اللي جت انقذت لكن انت كنت جبت انجل بنفس الاريا دي او قريب قوي منها فتطلع عن كده ماشي طيب حد كده عنده اي مشاكل في التنشن ممكن تصور بقى عشان بسرعه كده نشوف موضوع اللود كومباينيشنز اللي انتوا ما خدتوهوش ده خلاص يا شباب امسح طلع عشان الوقت
بص بقى عشان انا الوقت ضيق فركزوا معايا كده حاولوا تطبقوا شويه. لول كومبينيشن هو عباره عن شفت الدلاي فورس اللي احنا طلعناها حليناها 6 طن و30 طن والكلام ده نتيجه اللول كومبينيشن. بعد ما احنا حلينا المره اللي فاتت طلعنا البي والدبليو والاي والكلام ده في كل كيس، كل كيس في الاخر بتسبب ان التراست يتولد في كل ممبر ستريننج اكشن معين. فنتيجه الديز دوت بيطلع ستريننج اكشن معين. يعني ايه؟ يعني انت جيت هنا قلت ده التراست بتاعي. عندي الجوينت لود سكيدجول بالمنترز مثلا نتيجه طريقه التحميل دي اتولد هنا تنشن معين ماشي. الاحمال ده قادر يحمل ايه؟ شوف مره حاطط الديد مره حاطط اللايف مره حاطط الويند حسب اللي انت حاطه. طيب هجمع ايه مع ايه بقى؟ يعني اخد الديد بلس اللايف بلس الويند بلس الجرين بلس كل حاجه ولا في حاجه المفروض ما اخدهاش؟ لان في حاجات ممكن تطلع لك تنشن وحاجات تطلع لك كومبريشن. يعني ممكن لو اللود ده معكوس الويند عمل سكشن فسحب ده لفوق ساعتها يبقى التنشن فوق والكومبريشن تحت. يبقى انت لو جمعت الويند مع الديد في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ تاخد كيس مش هي كريتيكال. فالتجميعه دي نعملها ازاي؟ وبنحددها ازاي؟ ده اللي احنا عايزين نقوله. فالويند كومبينيشنز احنا اتفقنا في اول سكشن قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها برايمري لودز وحاجه اسمها سكندري لودز. مين هما البرايمري؟ البرايمري هما الديد لود واللايف لود ماشي والفيرتيكال كرين لود. دي احمال رئيسيه ماشي. دي احمال ثانويه عندنا الويند وعندنا الهوريزونتال او اللاترال شوك. يعني اللاترال شوك اند بريكنج فورس. انت هتتسال ازاي في الامتحان او هتتسال فيها ازاي او انت لو ما تيجي تصمم برضه بتعمل ايه؟ لو انت مش بتستخدم كمبيوتر يعني بتيجي تروح قايل والله انا هطلع الممبرز بتاعتي كلها يقول لك مثلا عندك ممبر زي ايه؟ زي ده كده ممبر ايه؟ ده تحط الممبرز كلها يعني نفترض ان ده ممبر ايه مثلا يعني ماشي؟ فعندك في حاجه اسمها الديد لود. فالديد لود جاب لك على ممبر ايه مثلا نيجاتيف 12 كويس؟ طيب عندك بعد كده اللايف لود. لو تفتكروا احنا اللايف لود احنا بنرسم سكتشز قلنا ممكن عندك كيس 1 عندك كيس 2 ممكن كيس 3 صح؟ فكل كيس جابت لك سترينج اكشن معين على الممبر. فممكن تلاقي مثلا لايف لود كيس 1 ولايف لود كيس 2 ده برقم وده برقم. هنا مثلا نيجاتيف 5 ونيجاتيف 1 شو غالبا ده مش ممبر ايه يعني ممبر ايه ده يطلع حاجه ثانيه بقى يطلع حاجه ثانيه هنا مش ممبر ده. طيب الحاجه الثالثه بعد كده عندك الكريم. الكريم بقى ليه حالتين. الكريم ممكن يبقى على الشمال خالص ممكن على اقصى الشمال ممكن على اقصى اليمين وهو هتلاقيه مدي لك كيس تو كيسز. وانت لما اصلا جيت تطلع الاكشنز حليت ده وحليت ده فتلاقي الكرين عندك في كرين لفت كرين لفت في كرين رايت. الكرين لفت كل واحد فيهم بقى ايه؟ في في وفي هوريزونتال لفت وفي هوريزونتال رايت. كل واحد كل كيس منهم في فيرتيكال نتيجه الفيرتيكال جاب ستريننج اكشن معين نتيجة الهوريزونتال لما ضرب ناحية الشمال ولما ضرب ناحية اليمين. فهنا طالعين مثلا 2 2 نيجاتيف 2 وهنا نيجاتيف 2 نيجاتيف 2
في المية. طيب وممكن يبقى عندك مونوريل خلاص مش لازم اقوله دلوقتي. وممكن عندك الويند. الويند برضه انت خدتها عشان في الاسبوع اللي فات هي من الشمالين لليمين صح؟ الويند دي برضه عندك في لفت وعندك في رايت ماشي مره هنا خمسه ومره هنا فانت ايه؟ تروح مطلع الارقام دي كلها كده لكل الممبرز وممكن يبقى عندك كرين ليفت وكرين رايت وعندك مونوريل ممكن يبقى عندك كرين ومونوريل الاثنين موجودين في المصنع مونوريل موجود في حته برضه تجيب سكريننج اكشن على الممبر بتاعك طيب الفكره تجمع ايه مع ايه وايه اللي ما ينفعش تجمع مع بعضه وامتى اعتبر السكندري لوب وامتى ما اعتبرهوش دي الحاجات اللي لازم خلاص انت بتذاكر صح؟ عشان ما ينفعش الحق كلوب الكلام ده وصلتولك عشان ما تجيش دلوقتي زي عندك شويه حاجات ما ينفعش تتصرف اول حاجه فيها ان الديد لود ما ينفعش ما تعتبرهوش صح؟ هو كده كده موجود سواء انت بتطلع ماكسيمم بوستر او بتطلع ماكسيمم نيجاتيف عايزين نطلع حاجتين عايزين نطلع ماكسيمم بوستر فورس وماكسيمم نيجاتيف فورس ماشي فلو انت صاحب الحل ده او ده ما ينفعش تقول انا بحل ماكسيمم بوستر مش هاخد النيجاتيف فورس بتاعت الديد لود مش مزاجك كده كده الديد لود ده موجود فالديد لود لازم يتفهم كويس طيب اللايف لود لا اللايف لود انا هاخد اللي بيخدم البيس اللي انا بحلها لو بحل ماكسيمم بوستر هاخد البوستر بحل النيجاتيف هاخد النيجاتيف ففي الحاله دي لو بحل ماكسيمم بوستيف مش هياخد ده 1 ولا 2 اقول ان اعتبر ان ده مش موجود اصلا طب بحل النيجاتيف هياخد التو كيسز معايا نيجاتيف 5 ونيجاتيف 5 هتاخد الاثنين ماشي طيب الكرين ليفت والكرين رايت هل ينفع اخد الاثنين مع بعض؟ ما ينفعش تجمع الكبير من هنا مع الكبير من هنا لا هو انت يا اما الكرين رايت في الليفت يا اما رايت في الرايت هتختاره ازاي؟ تختار وتشوف انت مين اللي هيجيب لك برايمري لود مبدئيا اكبر لو انت بتحل بوستر يبقى هتاخد مين؟ لو بتحل نيجاتيف يبقى هتاخد الرايت وممكن يبقى الاثنين بوستر بس واحده اكبر من الثاني انت بتختار طيب الويند ينفع تاخد ويند ليفت مع ويند رايت؟ هي واحده فيهم هتكون حصل انت هتاخد الكيس اللي بتخدم الماكسيمم اللي انت بتدور عليه خلاص حفظت كده القوانين بتاعتك ان انت الديد لود لازم يتاخد اللايف لود براحتك بتاخد الحاجه اللي تخدمك الكريم ما ينفعش تجمع الرايت والليفت والويند ما ينفعش تجمع الرايت والليفت رقم واحد طيب. رقم اثنين امتى اعتبر بقى السكندري لود امتى ما اعتبرهاش هتعتبرها يعني هتقول ان كونسيدر هتقول القواعد يعني كونسيدر السكندري لود if ال secondary load على ال primary load اكبر من 20% اكبر من 20% يعني لو طلعت نسبه secondary load اقل من كده ما تقولش ان الماكس بوستر بتاعي كذا بيس 2 لا ما تحطهاش الا على بيس 1 بالظبط فاحنا هنجمع دلوقتي بس تعالى بقى ناخد ممبر ايه ده نجيب ماكسيمم بوستر بممبر ايه ممبر ايه؟ اكيد حلو هتبقى جدول في الاساينمنت عندك حاجات كتير تحت بعض انت هتقول ايه ماكسيموم بوستر ماشي الماكسيموم بوستر ده هناخد فيه ايه؟ عندك نيجاتيف 12 دي ليك مزاج فيها؟ لا نيجاتيف 12 طيب اللايف لود مش هاخد لايف لود مش هاخد حاجه مش هاخد حاجه كرين ليفت خد ال خد دي الاثنين صح بلس 2 ماشي وتو كمان الويند هاخد ما هاخد الليفت هاخد الليفت لا ما هاخد في ال في الكرين هاخد الفي والاتش انا اللي بحل ما يا جماعه ثانيه واحده ماشي ماكسيمم بوستر يعني عشان عايزين نقول ماكسيمم بوستر برايمري لود هنحل نفصل ده عند قلنا هنكتب 12 زائد 2 لو عندنا الويند ليفت بكام؟ بخمسه صح؟ أيوة هنحط خمسة هنا؟ أيوة الوين ساعتها مش هيتحط هنا وده يطلع بنيجاتيف 10 ده برايمري لود السكندري لود
هذا ال H. أنا خدت الكرين بتاعي باثنين. عندي H رايت باثنين تيجي معايا صح؟ لا احنا خدنا الليفت. خدنا الليفت. خدنا الليفت اه. اه هتاخد دي. اقصد هوريزونتال ليفت هتاخد دي الاثنين دي. هتاخد اثنين. زائد الويند الويند هتخدمها ليفت. موجودة هتبقى 5 5 تطلع بكام؟ بسبعة. بسبعة. ماشي؟ دول طلعوا بكام؟ طبعا النسبة دي هتطلع أكتر من 20% لأن ده أصلا بالنيجاتيف وده بالبوزيتيف. فالشيك بتاع ال 20% هيطلع فرق. هتجمع الاثنين على بعض. فيبقى الماكسيموم بوزيتيف بتاعك بيساوي كام؟ ثلاثة. نيجاتيف 10 زائد 7. نيجاتيف 3. يعني نيجاتيف 3. فتكتب إن هو نضرب كده. ما عنديش ماكسيموم بوزيتيف. مفيش لو جمعت الكيس كلها مش هيجي أصلا تنشن على النمبر ده. النمبر ده هيجي لايت امبريشن. خلاص تعال حل بقى الماكسيمم نيجاتيف بتاعك ادي بقى الماكسيمم نيجاتيف برضه هتحل البرايمري لود ادي كده كام كيس 1 صح دي هتبقى ما فيش اصلا ما فيش لو كنت لو كانت طلعت بالبوست كانت تبقى كيس 2 لان ساعتها جمعت الاثنين على بعض تعال بقى حل النيجاتيف البرايمري بتاعك بنيجاتيف 12 ديلتا وهاخد النيجاتيف 5 وهاخد النيجاتيف 1 بتوع اللايف لود على كده الكريم اخد مين فيهم كريم لايت اخد النيجاتيف 2 وبعدين بس في ويند ويند كده مش معانا هنا اصلا كام؟ نيجاتيف 12 نيجاتيف 5 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 يبقى كام؟ 20 صح؟ السكندري بكام؟ اخدنا الكرين رايت نيجاتيف 2 هاخد الاتش ليفت اللي هي نيجاتيف 2 طيب هل عندي ويند يخدمني؟ ما عنديش مش عايزه بضيف عليه نيجاتيف 2 طن اجيب نيجاتيف 20 طن ماشي السكشن اللي بعديه ماشي نيجاتيف 20 ونيجاتيف النسبه كام احسن بقى السكند لود على البرايمري لود تطلع 2 على 20 تطلع قد ايه 10% صح تطلع 10% 10% دي اقل من 20 يبقى انت ساعتها تقول ديرفور الماكسيمم نيجاتيف على بند ايه هيبقى بيساوي كام؟ نيجاتيف 20 كيس 1 نيجاتيف 20 طن طبعا نيجاتيف 20 طن نيجاتيف 20 طن كيس 1 ايه؟ خد نسبة الويند رايت لقينا بالبوست واحنا بنحل نيجاتيف فانا اعتبر ان مفيش ويند مش مستسلم خد فين الويند الثلاثة دي؟ دي الاتش ده اللاتر شوك بتاع الجريد رايت اللي خدناه في البرايمري ماشي لو كانت طلعت دي مثلا بخمسه او بسته كنت هتجمع الاثنين على بعض تقول 25 طن كيس 2 فهمت الريت كومبينيشن هو ده الريت كومبينيشن طيب عشان الاساينمنت عشان احنا هنشرح ده دلوقتي هيجي لك بقى ايه في الفريمز احنا دلوقتي في الكلاس ميمبر بنحل تنشن وكومبريشن انما في الفريمز بيبقى عندك نورمال فورس وفي موجودين فانت بتحل مره ماكسيموم بوزيتيف نورمال فورس والكورسبوندنج مومنت اللي معاك فهمت قصدي؟ يعني انت الجدول ده لما يجي لك الفريم لما يجي لك الفريم ده بس خلينا نقول ده بس في حاله الفريم هتلاقيه بتحل مثلا فريم ده رقم 2 فريم ده رقم 2 ده هتلاقي بقى فيه نورمال فورس وفيه مومنت فنيجاتيف 12 و5 ونيجاتيف 10 و3 و3 ونيجاتيف 5 وهكذا هتلاقي النمبر الواحد دي تو روز مش رو واحد من الارقام واحد للمومنت وواحد للايه؟ للنورمال فورس كويس؟ فانت لما بتجمع الماكسيمم بتاع النورمال وتقول الكورسبوندنج مومنت اللي جاي معاه قد كده يعني تعمل نفس اللي عملته هنا ده للنورمال فورس وتطلع رقم هيطلع في الجدول هو الجدول هيبقى زي نفس الجدول بالظبط بس بدل ما الاي دي ليها رو واحد ليها تو روز واحد للمومنت وواحد للنورمال بعمل الكلام ده للمره للنورمال ومره للمومنت اه بس لما بتعمله مره للنورمال بتجيب الكورسبوندنج مومنت بتاعه يعني انت جمعت في النورمال وتاخد ده وده 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 ماشي ضرب عليه مثلا بوست الكورسبوندنج مومنت معاه ما هيحصل هتجمع الارقام اللي تحت اللي انت خدتها هتقول انا عندي
في نمبر كذا وات ايفر الساين وات ايفر بقى الساين. قلت لما اخدت النورمال بالماكسيمم بوزيتيف جاب لي ده حصل معايا المنت قد كده والعكس صحيح. لما اخدت الماكسيمم بوزيتيف جمعت بقى خدت عملت الكيس دي الحركات دي على المومنت طلع لي معايا نورمال قد كده تاخد نفس الارقام ماشي. انا ناخد الكويس وبعد كده الايه الفاير.